العزيز محمد، مرحبا بك. مرحبا بكم. أنت يعني من الشخصيات التي اشتغلت على قضيتها الاتحاد أو الإنسانيون الدوليون عن قرب لمدة سنوات، يعني منذ تاريخ الاعتقال وحتى يوم إطلاق سراحكم بعد ضغط دولي وبعد الاهتمام من طرف منظمات أخرى ومن طرف هيئات ومن طرف متدخلون آخرون. فكيف يمكن لك أن تتحدث لنا عن هذه التجربة؟ تجربة السجن كانت تجربة قاسية، كانت تجربة قاسية جدا، تجربة من العزلة، تجربة من التعذيب النفسي، تجربة من تجريد الإنسان من إنسانيته ومن كرامته، تجريد الإنسان من أغلى ما يملكه هو الحرية. الحرية هي أغلى ما يملكه الإنسان. ولكن الأصعب في هذه التجربة كان العزلة النفسية، وخصوصا في قضية كان وقف ضدها الرأي العام الموريتاني، وتم تجيش هذا الرأي العام ضد هذه القضية بشكل منقطع النظر، وهو ما يعني الإنسان يحس بعزلة مضاعفة في السجن. يقول عن الحرية، عن الخروج، ممنوع من كل شيء. بنفس الوقت المجتمع مارس عليه عزلة على عزلته. الآثار النفسية لهذا كانت صعبة جدا، كانت صعبة تحملها. في مرحلة من المراحل، وكان هذا في بداية الاعتقال الأشهر الأولى، أذكر أنه وصلتني الأخبار من خلال شقيقتي باتصالكم بها شخصيا، كاسم الغزالي من الإنسانيين الدوليون. نعم. أولا، أنتم لا تعلمون مدى الفرحة، ومدى أنتم منحتم لها حياتي قبل أن قبل أنا. هي شخصيا وجدت أن شقيقها المعتقل، هناك من يسأل عنها على الأقل. هذه حياة منحت لعائلة. لا أعرف ما هي المفردات بالضبط التي يمكنني أن أستخدمها، يمكنني استخدامها لكي أوصل هذه الفكرة، لأن مسألة إنسانية بدرجة كبيرة. لو أنك ترى بسمة ابتسامتها، لأن شخصا ما شخص أوصل في مجتمعه، ووقف ضده مليون شخص في موريتانيا، وعزلوا فجأة، يجد اتصالا من الخارج، من خارج موريتانيا، لشخص يقول له كيف الحال، أنا معك، أنت لست وحدك. وصلني الأمر، ووصلني أن هنالك من يدعمني، وهنالك من يساندني، والأمر كان متمثلا فيكم وفي المنظمة التي تعملون بها. وجود هذه الفرحة، وجود فرحة حصول فرحة شقيقتي وفرحة عائلتي، كانت جعلت فرحتي مضاعفة. فرحتي كشخص، وكشخص وجد نفسه، وجد أنه لم يعد معزولا. يعني ربما منحتكم أيضا الأمل، وخصوصا سمعتم أن القضية بدأت. هنالك شخص خارج موريتانيا، شخص خارج هذه الحالة الغوائية والحالة الداعشية التي تعيشها موريتانيا، هنالك شخص خارج منها ومتحرر منها تماما، يسعى من أجلك، وهذا يجعل الأمل يتولد لديك من جديد، أن هذا الوضع المزري، هذا الوضع المخزي سينتهي يوما ما. تماما. إذن شعوركم يعني بالنسبة لك وأنت في السجن، سواء قبل هذا الحكم المشؤوم بالإعدام أو بعده، يعني فكرة أن هنالك من يوجه المراسلات الرسمية، يتحدث عن قضيتكم من الأمم المتحدة، يجمع التوقيعات إلى آخر، هذه الفكرة في حد ذاتها بالنسبة لك في وضعك داخل السجن، تعتقد أنها كانت ضرورية، وكانت كان لها أثر كبير؟ هي ضرورية وهي لابد منها. كانت مسألة، لأنني أعرف أن حسب تجربتي أن السجين
ما لم يجد مساندات وجهات من هذا النوع تقف معه، أي أحكام سيواجهها أو أي ظروف سيواجهها قد ربما تجعله ينهار. لكن وجود جهة مثلكم هو يعلم رغم أنه سمع الحكم، رغم أن منطوق الحكم تمت قراءته أمامه، لكن هو يشعر أنه ليس لوحده، أن هنالك من سيرفض، من سيقول لا لهذا الحكم، من سيجمع توقيعات، من سيجمع الدعم المادي والمعنوي، ومن سيجمع من سيسخر كل طاقته لكي يجعل هذا الحكم شيء من الماضي. لكن لو أن السجين لوحده لا 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 علاقة له بأي منظمة، لا توجد أي منظمة تدعمه، بمجرد أن يسمع حكم ولو سجن لفترة طويلة من الزمن بعيد سيجعله ينهار، فما بالك بالموت، سنقتله. ولكن حين يسمع كلمة إعدام سنقتلك، يقول هنالك شيء في داخلي في نفسيا داخلي يقول له لا 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 لن يقتلك لأنك لست وحدك، أنت وراء هذه هي النهاية، الجهة الفلانية والجهة الفلانية، ولن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الأمر. وبالتالي فإن وجود هذه المنظمة وعملكم وما كنتم به في بدايات في الأشهر الأولى قبل أن يتم استثمار هذا الحكم كان مسألة رائعة، كانت حياة أخرى، والأمر هنا لم يكن يتعلق بشخصي فقط، وإنما كانت هناك عائلة خارج السجن مسجونة اجتماعيا وجدت متنفسا، لم يكن أنا السجين فقط، لكن هناك عائلة سجنت اجتماعيا وجدت متنفسا آخر، وهذا عمل مزدوج، مسألة لم تكن مجرد شخص فقط موجود بالسجن منح عملا، بل عائلة أخرى. تماما، هنالك الكثير من الأفراد في المجتمعات الحرة يسألون أحيانا ما الذي يمكننا القيام به حتى نساعد أو ندعم حقوق الإنسان بالمجتمعات التي بها جرعات حقوق ضئيلة، فما الذي يمكنك أن تقول لهم؟ يعني هنالك ناس تقول نحن أفراد لا نملك الكثير أو لا نستطيع أن نغير العالم، فحسب يعني أنت كناشط سياسي وأيضا ككاتب أيضا تقوم بتغيير العالم على طريقتك أو حسب قدراتك، وبطبيعة الحال تستطيع ربما أيضا أن تقول لأفراد آخرين ليسوا بالضرورة يعني نشطاء سياسيين كيف يمكنهم في مثل هذه الحالات، كيف يمكنهم أن يساهموا في هذا التغيير نحو الأفضل؟ يعني مثلا ربما أحيانا أقترح أن يقوموا بتنظيم الوقفات الحجية أمام السفارات إلى آخره، حسب تصورك كيف الخطوة الأولى حسب تجربتي التي يجب أن تقوم بها هذه المنظمات هي التواصل مع السجين أو المسؤول عن السجين عائليا، لأن هذه الخطوة خطوة جبارة، خطوة لها وقع نفسي و خطوة أمل، هذه يمكن أن نسميها خطوة الأمل، هذه خطوة تفتح الأمل بجديد، التواصل مع السجين أو من يمثله من أفراد عائلته المقام الأول. ثانيا أنا أعتقد أن منظمات أن هكذا منظمات وخصوصا مع تجربتي مع منظمة إنسانيون دوليين هيومانيست إنترناسيونال، نعم يمكنكم أن توفروا دفاع، أنت إضافة إلى الوقفات، إضافة إلى الاتصالات، إضافة إلى جمع التوقيعات، توفير الدفاع. ولكن أعتقد أن توفير الدفاع لأشخاص معتقلين في مجتمعات مثل مجتمعاتنا الدفاع عنه صعب، وخصوصا أنتم تعلمون أن قضيتي كان من أجل الحصول على محامي عانيت كثيرا لكي أحصل على محامي، وهو الحق الذي يكفله القانون، لأن الحصول على الدفاع في هذه يكون صعب جدا، وأعلم أن حتى أنه يكون مكلف مادياً، ومن هنا فإن هيومانيست إنترناسيونال مثلاً لا بد لها من الحصول على إمكانيات مادية يمكن لها من خلالها أن توفر دفاعاً أو توفر ظروف قانونية بسيطة للمسجونين أو المحكومين عليهم. وأوجه دعوتي هنا من خلال هذه السانحة إلى جميع الأشخاص المهتمين بحقوق الإنسان الراغبين في عالم آخر يساهموا مع المنظمة في الحصول على
إمكانيات مادية مهما كانت. يمكن الشخص أن يساهم بخمسة أورو، بمية أورو، بألف أورو، لكن أعلم أن خمسة أورو أو عشرين أورو أو ألف أورو التي ساهمت بها قد تتسبب في منح شخص آخر منسي حياة جديدة. اتصالات فقط لا, 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 لا تكفي، لا بد من أن تكون للمنظمة إمكانيات مادية يمكنها أن توفر، ولكن هذه الإمكانيات لا يمكن أن تتوفر إلا حين تتظاهر جهود المانحين، مانحين الدوليين والمانحين الشخصيين من أجل خلق من أجل تحصيل إمكانيات مادية للمنظمة. من دون إمكانيات مادية أعلموا أن السجناء موجودون في مجتمعات ستمنعهم من الدفاع. كما حصل معي، بقيت لمدة سنة زيادة بلا محامي.